طيب، السلام عليكم شباب. النهاردة هنتكلم عن أول توبيك في الكورس الكمبيوتر بيزكس أو أساسيات الكمبيوتر. الكورس المحاضرة الأولانية هتتكلم عن أساسيات الويندوز أو الويندوز بيزكس. الحاجات اللي هنتكلم عليها النهاردة أنواع الأجهزة الإلكترونية ومكونات الكمبيوتر، وبعدين أنواع نظم التشغيل وطريقة توصيل مكونات الحاسوب أو الحاسب الشخصي وطريقة فتح وغلق الحاسب واستخدام الفارة ولوحة المفاتيح. مبدئيا إحنا في الوقت الحالي عندنا أنواع كتيرة من الأجهزة الإلكترونية. الأجهزة الإلكترونية دي المقصود بها الأجهزة اللي أنا بستخدمها علشان أحسب. عايزة مثلا أكتب، يعني عايزة أكتب أو عايزة أحسب أو عايز أرسم، دي الأجهزة الإلكترونية. ولكن في أجهزة تانية اللي هي أجهزة الاتصالات وهو الكوميونيكيشن ديفايس اللي هي الموبايل بأنواعه. فأنا بقصد بيها الأنواع الأجهزة الإلكترونية اللي هي الأجهزة الخاصة بالكالكوليشنز. طبعا في أجهزة تانية كهربية، وهي مثلا زي الغسالة أو الثلاجة أو كده. فأنا بقصد بالأجهزة الإلكترونية هي كل الأجهزة اللي حوالينا اللي خاصة بعملية الحساب والكالكوليشنز، وإن أنا لو عايزة أكتب أو أرسم أو أدخل على الإنترنت أو أي حاجة من الحاجات دي. دي اللي هي الأجهزة الإلكترونية. طبعا إحنا عندنا أجهزة إلكترونية كتيرة، بس مش هنقدر نجيب نتكلم عنهم كلهم. هنتكلم عن 4 أنواع بس، وهي الحاسب الشخصي واللابتوب والتابلت والآيباد. أول حاجة الحاسب الشخصي، أو بنقدر نسميه الإنجليش اللي هو الكمبيوتر. طبعا الكمبيوتر ده أو الحاسب الشخصي هو النسخة الأولية للجهاز في الوقت الحالي، مقارنة طبعا باللابتوب أو الآيباد والتابلت. فهو يعتبر مبدئيا الحاسب الشخصي أول ما اتعمل ما كانش بالحجم ده. طبعا احنا شايفين إن ده شكل الكمبيوتر أو الحاسب الشخصي اللي أنا بتكلم عليه. الحاسب الشخصي ده في الأول ما كانش بالحجم ده، كان أصلاً أكبر من كده. فطبعاً بما إن كل الأجهزة اللي هي أكبر من كده دي اتلغت، وبقى ما فيش غير الأجهزة دي، اللي هو لو حد وفي إنسان واحد بس عايز يشتري جهاز فبيشتري الجهاز ده. ده اسمه حاسب شخصي. فالشكل ده أو الطريقة دي أو المكونات دي موجودة مع بعض في الجهاز اللي اسمه كمبيوتر. بعد كده بقى في أجهزة تانية جت أحسن منه، تمام؟ فالجهاز ده مش هو أول نسخة تتعمل، لا اتعمل منه قبل كده، وكان الجهاز ده كان بحجم ما يقرب إلى حجم الغرفة اللي إحنا ممكن نبقى قاعدين فيها. فالجهاز نفسه أو الكمبيوتر أول ما تم اختراعه كان حجمه كبير. وطبعا مع تطور التكنولوجيا واختراع بعض الأجهزة اللي هي قادرة على تصغير الداتا، تم اختراع الكمبيوتر بهذا الحجم وبقى متاح لكل شخص بحيث يبقى بالحجم ده. فالحاسب الشخصي هو عبارة عن ديفايس أو جهاز بيتكون من شاشة وبيتكون من كيسة وبيتكون من كيبورد وطبعا في ماوس. ده الحاسب الشخصي، وهو طبعا بيتميز، هو يعتبر حجمه اكبر مقارنه باللابتوب والايباد والتابلت، ولكن هو في الحقيقه اصغر من الـ الكمبيوتر الاصلي او اول نسخه من الكمبيوتر، تمام؟ الكمبيوتر بتاعنا ده ممكن يتوصل بيه حاجات كتيره اساسيه وحاجات غير اساسيه. الحاجات الاساسيه اللي لازم اي كمبيوتر يبقى موجود فيها، تبقى موجوده في الكمبيوتر، هي الشاشه ولوحه المفاتيح والفاره والكيس. لكن ممكن اقدر اوصله بحاجات تانية زي مثلا السبيكر اللي هي السماعات، ممكن اوصله مثلا بمايك، ممكن اوصله بكاميرا. دي حاجات ممكن احطها او اضيفها للكمبيوتر وممكن ما اضيفهاش. يعني انا مش دي حاجات انا مش حاجات حيويه، يعني الكمبيوتر مش هينفع ان هو مش هيشتغل من غيرها، لا ينفع يشتغل من غيرها. بس الحاجات اللي الكمبيوتر ما ينفعش يشتغل من غيرها هي ال4 حاجات دول: الشاشة والكيسة والكيبورد والفارة أو لوحة المفاتيح. طبعا بنطلق على الشاشة بالإن إنجلش السكرين. فعندي السكرين والكيسة والكيبورد اللي هي لوحة المفاتيح، والفارة بنقول عليها ماوس. طبعا بالنسبة لسعر الكمبيوتر، هو يعني سعر الكمبيوتر أو عامة سعر أي حاجة سواء كان كمبيوتر أو لابتوب أو أيباد أو تابلت،
كل حاجة نازل منها نسخ كتيرة، فممكن تلاقي كمبيوتر مثلا فيه ب 5000، ممكن تلاقي فيه ب 10000، ممكن تلاقي منه فيه ب 30000، التابلت ممكن تلاقي منه ب 5000، وممكن تلاقي منه ب 10000. فالسعر يعني ما فيش سعر ثابت، او اقدر اقول ان ده اقل واحد فيهم، لان كل واحد منهم فيه ليه نازل منه اكتر من نسخة، فما اقدرش احدد او ما اقدرش اقول ان ده اقلهم سعرا. ولكن هو لو انا عايز اجيب جهاز كمبيوتر في الامكانيات اللي هي العاديه، اللي هي ما فيهاش جي بي يو، او ما فيهاش مثلا امكانيات كتيره للجيمنج او الالعاب، كمبيوتر يعتبر هو اقل سعر بالنسبه لللابتوب او التابلت والايباد، بيجاب في حدود دلوقتي مثلا 2000 جنيه. طيب طبعا الحاجه الثانيه، الديفايس او الجهاز الثاني من الاجهزه الالكترونيه هو اللابتوب. اللابتوب هو نفسه نفس الفانكشن او نفس الخصائص او نفس الحاجه اللي الكمبيوتر الاصلي بيعملها، هو برضو اللابتوب بيعملها، وبيتكون برضو من نفس الحاجات. يعني عندي هنا الكمبيوتر بيتكون من سكرين او شاشه، هنا برضو في سكرين او شاشه، هنا الكمبيوتر بيتكون من كيسه، هنلاقي برضو هنا الكيسه، بس الكيسه ايه، تم تصغير حجمها بحيث ان تبقى موجوده تحت هنا. عندي هنا كيبورد، هنلاقي هنا برضو في اللابتوب في المنطقه دي برضو هي الكيبورد. هنا في الكمبيوتر ده عندي هنا مثلا ماوس في الحته، يعني في كومبوننت رابع اساسي، هلاقي برضو ان اللابتوب فيه هنا بس على هيئه مش يعني حاجة دوارة، مش على هيئة ماوس. طبعا الماوس الأصلية ممكن أقدر أوصلها باللابتوب عادي، ولكن هو الاختلاف الأساسي في اللابتوب عن الكمبيوتر أو الحاسب الشخصي هو صغر الحجم، وإن الكيسة تم ضغطها بحيث تبقى تحت الكمبيوتر. الاثنين بيقوموا بنفس الفانكشناليتي، الاثنين بيقوموا بنفس العملية، الاثنين بيبقى الهدف بتاعهم واحد، ولكن الاختلاف في الحجم. وطبعا اللابتوب مستو او ان انا اصغر حجم ده هيفيدني في حته ان انا لو عايز اخد الكمبيوتر بتاعي معايا في المواصلات، عايز اروح معايا في الشغل، عايز اعرض حاجه انا عاملاها، فبحتاج ان انا اخد الكمبيوتر معايا في البيت، فهو في الشغل فهو يعتبر سهل الحمل، اقدر ان انا اشيله بايدي عادي من غير اي مشقه، يعني زي الكمبيوتر. طبعا انا ملاحظ ان الكمبيوتر هنا ايه، المكونات بتاعته كبيره شويه، وبالتالي هو تقيل، فما اقدرش اشيله واروح بيه اماكن كتير. اللابتوب طبعا بالنسبه لسعره هو يعتبر بمجرد الكلام كده، هو اللابتوب اكيد اغلى من الكمبيوتر مبدئيا، يعني اي لابتوب يعني النسخه الاصليه منه هو اغلى من الكمبيوتر. في منه بقى ايه نسخ تانية، ممكن تلاقي الكمبيوتر ب 5000، ممكن تلاقي ب 10000، في طبعا ممكن يوصل ل 30000. تمام، ده اللابتوب. الديفايس الثاني هو التابلت، الثالث هو التابلت. التابلت زي ما احنا شايفين هو ديفايس كأنه زي الموبايل بالظبط، ولكن بحجم أكبر. الهدف من التابلت أو الميزة أو الحاجة اللي ظاهرة أو في التابلت إن هو ما فيهوش كيبورد، ما فيهوش لوحة مفاتيح، وبالتالي فأنا مش هقدر الحاجة اللي تبقى موجودة على التابلت مش هقدر إن أنا أعدل فيها، لأن الكيبورد بستخدمها عشان أعدل في المحتوى اللي موجود قدامي. فبما إن التابلت ما فيهوش لوحة مفاتيح، يبقى أنا مش هقدر اعدل، وبالتالي هستخدم التابلت بس في العرض، يعني لو عايزه اعرض اي محتوى او عايزه ابص على حاجه ببص عليها بس، يعني مثلا في مثلا ماده عربي، في مذكره موجوده ببص عليها بس. طبعا الحاجه دي مفيده في حاله ان انت لو حرفيا مش مالكش ان انت تعدل على الماتيريال الموجوده، يعني لو في مثلا منهج جاي من الوزاره محتاج ان انت تبص عليه، ما بالمنطق مش هتعدل عليه، فمحتاج ان انت تبص بس على المحتوى بتاع ماده معينه او جميع المواد. فالتابلت فاليد او منطقي في حاله لو انت هتستخدمه في العرض بس. طبعا لما باجي اتعامل مع، بما ان هو ما فيش لوحه مفاتيح اكيد، بس فين الماوس؟ الماوس بيستخدم بالتاتش او بواسطه اللمس. لو هنيجي نقارن الحجم، حجم التابلت بالنسبه لللابتوب، هلاقي ان الحجم بتاع التابلت اصغر من حجم اللابتوب، والبطاريه بتبقى موجوده بتدوم في وقت اكتر من اللابتوب. وبالنسبه للسعر الطبيعي طبعا ان التابلت حجمه اصغر من
سعره أصغر من اللابتوب. طيب في ناس انزعجت من خاصية عدم وجود لوحة مفاتيح في التابلت، وقالت أنا عايزة أوصل لوحة مفاتيح، وبرضه منزعجة من حتة إن أنا أعمل أتعامل مع التابلت باستخدام التاتش، فقالوا إحنا مثلا عايزين قلم أو يعني حاجة أمارك بيها بدل ما أستخدم إيدي مباشرة أو الفينجرز أو الصوابع مباشرة. فتم اختراع الديفايس الرابع وهو الايباد، والايباد نفس الفانكشناليتي بتاعته بتاع التابلت، ولكن بيتيح خاصيه ان انا اقدر اعدل في المحتوى اللي موجود، وان انا اقدر اتعامل معاه بحيث ان انا ادخل او ارسم اي حاجه باستخدام البن او القلم. فالتابلت يمكن توصيل لوحه مفاتيح ليه ويعمل باللمسه على شاشه باليد او بالقلم، وطبعا موجود فيه ابلكيشنز كتيره اقدر انستول عليه ابلكيشنز كتيره. وللاسف الخاصيه او العيب اللي موجود في التابلت هو ان انا ما يقدرش يشغل اكتر من ابلكيشن او اكتر من حاجه في نفس الوقت. السعر بتاعه يعتبر مقارنه بالتابلت هو اغلى من التابلت، ولو ركزنا في الاربعه ديفايس هنلاقي ان الكمبيوتر بيقوم بنفس الفانكشناليتي بتاع اللابتوب او بيعمل نفس الحاجه، يعني الاثنين اقدر استخدمهم للبروجرامينج والجرافيكس والجيمينج والحاجات اللي هي الثقيله، والايباد والتابلت بستخدمهم في العرض او مجرد لليوزر العادي او المستخدم العادي بيقدر ان هو عايز تشوف اي محتوى، عايز تشوف تفتح ملف، بس الحاجات اللي هي ايه بدائيه. ده التابلت والايباد ده الهدف بتاعهم الاساسي. تاني حاجه هنتكلم عليها هي مكونات الكمبيوتر. احنا في الكورس هنا هنركز اكتر على الديفايس الاولاني وهو الكمبيوتر او الحاسب الشخصي، والحاجات الاساسيه اللي هنتكلم عليها هي مكونات الكمبيوتر. الكمبيوتر في الاساس بيتكون من حاجات يعني مثلا عندي هنا الكمبيوتر ساعات بسميه بي سي او بيرسونال كمبيوتر، بيتكون من حاجات مثلا مادية، حاجات أقدر أمسكها بإيدي، وحاجات ما أقدرش أمسكها بإيدي يعني غير مادية. الغير مادية دي ساعات بسميها سوفت وير اللي هي زي كده، والمادية دي ساعات بسميها هارد وير. يعني الكمبيوتر بيتكون من حاجتين، حاجات مادية أو بيتكون من حاجات من كومبوننت كتيرة أو من مكونات كتيرة، والمكونات دي أقدر أفسر أقدر أقسمها لنوعين وهي إن هي تبقى مادية أو تبقى غير مادية. المادية دي بنسميها هاردوير، والغير مادية ساعات بسميها برمجية أو سوفت وير. طبعا أنا سوفت وير اختصار يعني اس دبليو دي اختصار سوفت وير، واتش دبليو دي اختصار الهاردوير. الحاجات المادية الحاجات اللي بتمسك بالإيد، يعني في حاجات أنا ما أقول لكم مثلا بتكون من كذا وكذا وكذا، طبعا دي الأربع حاجات الأساسية، وبيكون من حاجات تانية غير أساسية. لو عايزين نعمل كده بوتر بيكون من حاجات أساسية وحاجات غير أساسية. لو حاجات بتمسك بالإيد، الحاجات الأساسية في منها اللي هي السكرين والكيسة والكيبورد والماوس. الحاجات الغير مادية هنلاقي مثلا سوري المادية ولكن غير مهمة أو غير حيوية، السبيكر والمايك والكاميرا، ولو عايز مثلا تضيف برينتر، عايز تضيف أي حاجة، الحاجات اللي أنت إيه ومايكروفون والحاجات دي. ففي حاجات مادية أساسية وحاجات مادية غير أساسية. بالنسبة للحاجات الغير مادية هي كل البرامج اللي موجودة على جهازي. يعني مثلا أنا بستخدم الكمبيوتر عشان أرسم، فمحتاجة مثلا برنامج فوتوشوب. تمام، البرنامج الفوتوشوب ده حاجه مش بتمسك بالايد، ده برنامج انا بعمل له انستليشن عندي على الجهاز او بنزله عندي على الجهاز، وفي الاخر بقدر اتعامل معاه بحيث ان انا ابقى عندي صوره واعدل فيها وهكذا. انواع الكومبوننت او المكونات بتاع الكمبيوتر الغير ماديه هي البرامج، انواع البرامج المختلفه. طبعا البرامج دي من ضمنها ممكن يبقى الجيمز اللي هي الالعاب. من ضمن المكونات الغير مادية في الكمبيوتر هي الاوبريتنج سيستم او نظام التشغيل. طبعا احنا لو جينا نترجم اوبريتنج سيستم، اوبريتنج سيستم يعني نظام تشغيل.
تمام، دي ان انجلش يعني نظام تشغيل. ايه هو نظام التشغيل؟ دلوقتي خلينا نتفق ان الكمبيوتر في العادي هو عباره عن ديفايس، يعني المفروض ان هو ما عندوش عقل، فهاو او هو ازاي لما باجي اديله اكشن معين او امر معين بيقدر ينفذه؟ فلازم يكون في حاجه بتماب او كان هي العقل بتاع الكمبيوتر، بحيث ان انا لما اقول له عايز افتح الجهاز بتك على الجهاز وهو بيترجم الكليك دي انتو اكشن، وهو ان الجهاز يتفتح والسكرينه يظهر فيها حاجات. فالاوبريتنج سيستم هو عباره عن البرين اوف الكمبيوتر، وبحيث ان هو يقدر يفتح او يقفل او ينفذ اي ايه اي عمليه. تمام، يعني مثلا عايز اي برنامج افتحه، بس الاوبريتنج سيستم هو اللي بيفتحه، يعني انا بروح بعمل عليه دبل كليك او بتك عليه وهو بيتفتح، انا عايز افتحه فبعمل دبل كليك، الدبل كليك دي او التكه دي الكمبيوتر الاوبريتنج سيستم بيترجمها ان انا معناها انا افتحه، هو بيقدر يفتح اي جهاز، يقدر يقفله، يقدر ان هو ينفذ اي حاجه، بحيث انا مثلا عايزه اكبر خط اصغر خط، يعني اعمل حاجه ثانيه غير الفتح والقفل، بيقدر هو برضه ينفذ لي الحاجه دي. فالاوبريتنج سيستم هو اللي بيقرر في الاخر حاجه تتنفذ ولا لا. دي الايه الكمبيوتر بتاعنا بيتكون من حاجات، الحاجات الاساسيه اللي بيتكون منها. طيب احنا نقدر برضو نقدر نقول على الحاجات، يعني كل حاجه مثلا زي المكونات الماديه نقدر ان احنا نصنفها. انا قلت المكونات الماديه في منها الحاجات الاساسيه اللي هي الكمبيوتر، الكيسه والشاشه والكيبورد والماوس، وفي حاجات مش اساسيه دي تصنيف، في تصنيف ثاني انت ممكن تمسك الكومبوننت اللي هي الهاردوير وتقول عليها تتكلم عن ان انا اصنفها لاربع حاجات تانيين، يعني ممكن تعمل لها كلاسيفيكيشن او تبص لها تقول ان هي بتتكون من حاجات تانية اساسيه، زي مثلا اللي هي تبقى وحدات الادخال او وحدات الاخراج او وحده المعالجه المركزيه او وحده التخزين، يعني الحاجات اللي اقدر امسكها عند الكمبيوتر اقدر بيكون من هاردوير او بيكون من سوفت وير، او بيكون من حاجات سوفت وير حاجات ما تمسكش باليد، وبيكون من حاجات هاردوير الحاجات بتمسك باليد. حاجات بتمسك بالايد دي اقدر اقول عليها اصنفها او اوزعها لاربع حاجات اساسيه تانيين، اللي هو مثلا الاوبريتنج الانبوت يونتس او الحاجات اللي هي خاصه بالادخال، يعني انا عايزه اخلي الكمبيوتر يعمل حاجه، عايزه ادخل له حاجه، هستخدم مثلا الكيبورد، تمام، عايزه اعرض حاجه بستخدم السكرين، ففي وحدات ادخال ووحدات اخراج، وممكن مثلا الحاجات اللي هي خاصه بالتنفيذ هيبقى مثلا السنترال بروسيسنج يونت او وحده المعالجه المركزيه، لو انا اللي هو اللي فيها الاوبريتنج سيستم او نظام التشغيل. وفي حاجه ثانيه اساسيه في الكمبيوتر بتتمسك بالايد هي الستورج يونت او الهارد او المكان اللي انا بحط عليه اي حاجه، لو انا عايزه مثلا لو في فيلم او اغنيه او حاجه، الفيلم ده في الاخر لو هو موجود على الجهاز موجود في اي حته بالظبط، موجود على وحده التخزين، تمام، يكون في جهاز كده او ديفايس موجود جوه الكمبيوتر خاص بالتخزين، تمام. فانا عندي الانبوت الهاردوير كومبوننت او المكونات الماديه اقدر اقسمها لانبوت يونت او اوتبوت يونت او سنترال بروسيسنج يونت وستورج يونت، اربع حاجات اساسيه. طبعا دي تصنيف ثاني يعني. طيب لو عايزين نتكلم بالتفصيل عن وحدات الادخال لسه قايل عليها، ان مثلا عندي الكيبورد هي اللي بستخدمها عشان يعني اكتب ارقام او حروف، الماوس بستخدمها علشان اضغط يمين اضغط شمال بحيث ان انا ادي اوامر معينه ويتم تنفيذها، الكاميرا بستخدمها علشان ادخل الصوره بتاعتي، عندي مثلا الميكروفون عشان ادخل الصوت بتاعي، وده السكانر ده بستخدمه عشان خاطر ادخل مثلا يعني دوكيمنت معينه او فايل معين للكمبيوتر، تمام. وحدات الاخراج او الحاجات اللي بتستخدم في العرض،
هلاقي مثلا عندي الشاشة أو السكرين، وممكن يبقى فيه السبيكر اللي هي السماعات بستخدم عشان تعرض لي، أنا بقى الكمبيوتر جواه صوت بيطلع لي بره بالسماعات. طبعا هنا في كذا نوع من السماعات، في سماعة شخصية لو أنت عايز تسمع أنت صوت لوحدك، أو سماعة جماعية بحيث إن الصوت يبقى موجود في الفضاء. طيب بعد كده طبعا في البرينتر، طبعا هو جهاز العرض ده من ضمن الكومبوننت او من ضمن الحاجات اللي هي وحدات الادخال، وحدات الاخراج سوري. طيب الطابعه دي بستخدمها علشان لو في حاجه جوه الكمبيوتر ملف انا عايزه اطبعه بحيث ان انا امسكه في ايدي على هيئه دوكيمنت او على هيئه ملف، يبقى بستخدم الطابعه. فاحنا عندنا وحدات الاخراج، الشاشه والسماعات والطابعه وجهاز العرض، طبعا دي الحاجات اللي هي متداوله. في بقى بعض الأجهزة اللي بتستخدم كوحدات إدخال وإخراج مع بعض، لو هنركز عليهم هنلاقي مثلا عندي في الأسطوانة أو اليو اس بي والفلاشة والإكسترنال هارد ديسك وعندي الفاكس. طبعا الأسطوانة دي عبارة عن ديفايس أنا بستخدمه أو جهاز يعني بستخدمه عشان أحط حاجات، أو مثلا أنت موجود في مكان وصاحبك كان بيذاكر حاجة وأنت عايز تاخد المحتوى ده والمادة دي أو المذكرة دي عايز تاخدها من عنده من على الجهاز تحطها عندك أنت على الجهاز، محتاج ستورج ديفايس أو محتاج جهاز تستخدمه عشان تنقل عليه. ففي مثلا الأسطوانة هتحط الأسطوانة عنده في الجهاز وتقول مثلا أنا عايز أبعت الملف ده للأسطوانة، فبيبيع بتاخد أنت الأسطوانة تروح فين؟ على الجهاز بتاعك وتدخله وتشوف المحتوى. فالأسطوانة بتستخدم كوحدة إدخال وحدة إخراج، يعني أنت ممكن تحط الاسطوانه عشان تنقل عليها تعتبر وحده اخراج، وممكن انت تاخدها وتحطها عندك في الجهاز وتاخد الملف من عليها تبقى اسمها وحده ادخال، يعني انت خدت منها محتوى. طبعا نفس الفكره في اليو اس بي او الاكسترنال هارد ديسك، هتلاقي ان الفلاشه برضو بقدر احط عليها وبقدر اخد منها، والاكسترنال هارد ديسك هو الفلاشه ولكن هو بحجم اكبر شويه، تحط في نفس المكان اللي الفلاشه بتحط فيه او في نفس المكان شبه الاسطوانه بتحط الفلاشه بتحط فيه، والميزه بس ان هو اكبر حجم. ده برضو ممكن احط عليه وممكن اخد منه. الفاكس ده انت بتحط عليه يعني بتحط له ملف، تحط له مثلا رساله ورقيه، وبتخلي الرساله دي انت تبعت لك فين؟ تبعت للشخص التاني عليه التليفون. بعد ما الرساله بتتبعت الفاكس بيجي لك بيطلع لك هو ورقه تانيه ويقول لك ايه الرساله وصلت، فانت بتدخل له معلومه ان بعت له الرساله دي، يبقى انت كده هو وحده ادخال، وممكن هو يطلع لك برضو تقرير بان الحاجه دي وصلت او ان انا بعتها، ده يبقى كده وحده اخراج. تمام، فالفاكس برضو ممكن يشتغل كالحاجتين، وحده ادخال وحده اخراج. المكونات البرمجيه او المكونات اللي هي ما اقدرش امسكها بايدي، هنلاقي مثلا حاجتين اساسيتين هي نظام التشغيل والتطبيقات او البرامج اللي ممكن تبقى موجوده عندي. من ضمن امثله البرامج هي الوورد والاكسل، ممكن تلاقي فوتوشوب، ممكن تلاقي الالعاب، ممكن تلاقي طبعا اي برنامج خاص باي عمليات تانية. طبعا دي امثله البرامج اليوزر عادي ممكن يستخدمها او مستخدم عادي ممكن يستخدمها. هنتكلم بالتفصيل شويه عن نظام التشغيل في السلايدز الجايه، وايه هو نظام التشغيل وايه هي انواعه وفائدته، او هو المهمه الاساسيه بتاعته ايه. تمام، بس المكونات كمبيوتر البرمجيه او اللي هي ما تمسكش بالايد او اللي هي مكونات سوفت وير او غير ماديه هي نظام التشغيل والتطبيقات. طيب بالنسبه لنظام التشغيل، هو يعتبر نظام التشغيل او الاوبريتنج سيستم، نظام التشغيل بالعربي نظام تشغيل يعني اوبريتنج سيستم يعني اوبريتنج سيستم. تمام، فاوبريتنج سيستم ان انجلش معناها نظام تشغيل. خلاص، يعتبر نظام التشغيل ده هو يعني هو يعتبر الواجهه اللي المستخدم بيستخدمها عشان يتواصل مع الكمبيوتر لتنفيذ كل المهام. يعني ايه؟ يعني انا مثلا عندي عايزه اكتب، فانا ما بقاش شايف غير الاوبريتنج سيستم،
اللي هو بيعرض لي ويندوز او بيعرض لي نوافذ معينه من ضمنها نافذه الوورد، بقول له انا عايز افتح واقفل واكتب حاجات في الوورد، بيبقى هو فاهم. بعدين هو بيوصل كل الاوامر دي اللي فين؟ للسي بي يو. تمام؟ فالسي بي يو اللي هو سنترال بروسيسنج يونت، او المكان اللي بيعمل ايه؟ خاص بالتنفيذ للاوبريشنز دي. فالاوبريتنج سيستم هو عباره عن واجهه او حاجه كده، هي اللي بتبقى هي دي اللي بتعامل معاها مباشره. خلاص؟ بس الحاجه اللي حرفيا بتنفذ في الاخر هي السنترال بروسيسنج يونت. خلاص؟ نظام التشغيل والسنترال بروسيسنج يونت هم اللي بينفذوا كل المهام الصعبه مثل اداره الملفات. يعني انا عايزه افتح ملف، عايزه اقفل ملف، عايزه احط ملف جوه ملف او فايل جوه فولدر جوه، يعني اتعامل مع الفولدرز والفايلز. اي حاجه لها علاقه بالكمبيوتر وكل حاجه لها علاقه ببعضها، هو وعلاقه كل شيء ببعضه، يعني ده الاوبريتنج سيستم هو الخاص بيه. دي ترجمه اوبريتنج سيستم معناها نظام تشغيل. الاوبريتنج سيستم اللي الناس بتستخدمه في الوقت الحالي هو الويندوز. يعني اي جهاز موجود شغال هيبقى شغال ببرنامج الويندوز او باوبريتنج سيستم نوعه ويندوز. هل هو ده النظام التشغيل الوحيد؟ لا، في لينكس، في ماكنتوش، طبعا ده كان اول واحد، وفي يونكس. خلاص؟ ففي لينكس ويونكس وماكنتوش وويندوز. طيب ليه الويندوز يعتبر هو اكتر واحد بيستخدم؟ يعتبر نظام التشغيل الويندوز هو الاكثر انتشارا طبعا لسهوله استخدامه وتفوقه مع اي لعبه. الويندوز الاوبريتنج سيستم اللي اسمه الويندوز بيكون مجهز نفسه لاي لعبه، لاي لعبه او اي مثلا برنامج انت عايز تنزله، بيبقى عارف ازاي يشغل اي حاجه جديده. تمام؟ وبالتالي هو انت مش محتاج، ما فيش حاجه اسمها الويندوز ده مثلا مش عارف يفتح لي الملف ده، مش عارف يفتح لي كذا. لا، الويندوز بروجرامد تو ان هو يقدر يتعامل مع اي برنامج جديد او اي ابلكيشن بتنزل جديد. تمام؟ وبالتالي فهو سهل استخدامه مع كل الاجهزه. طبعا خليني انا اقول مثلا انا دلوقتي عايزه استعمل عايزه اعمل نظام تشغيل اوبريتنج سيستم جديد، فقلت مثلا في كذا وفي كذا وفي كذا، في حاجات كتيره. لما انا مثلا كان عندي اوبريتنج سيستم اسمه ويندوز، تمام؟ الويندوز ده ليه اتسمى ويندوز؟ ما كان ممكن اسميه اي حاجه ثانيه، يعني ليه اختاروا كلمه ويندوز بالظبط؟ يعني الاوبريتنج سيستم اللي الناس كلها بتستعمله، اوبريتنج سيستم اللي هو بيتعامل بالشكل ده، ليه سميناه ويندوز؟ طبعا احنا عايزين بس نتفق ان لو هنيجي ان بالعربي يعني مثلا ويندو دي معناها نافذه، يعني او بالعربي شباك او ايه او نافذه. خلاص؟ طب ويندوز يعني نوافذ، يعني طب ايه علاقه النوافذ؟ طب انا عايز اقول بقى اضيف اس هنا، اضيف اس هنا، دي معناها ان انا كده اللي معناها بقى اسمه نوافذ. ايه علاقه ان انا ابقى في كلمه نوافذ دي الاوبريتنج سيستم ده؟ الاوبريتنج سيستم اصلا او الاوبريتنج سيستم اللي شغال معانا بيعرض لي اي ملف انت عايزه على هيئه ويندو، بحيث يبقى فيها طبعا علامه اكس ان انا مثلا عايز اقفل الويندو دي او عايز افتحها او عايز اصغرها او اكبرها. فعايز تفتح مثلا مجلد بيظهر لك على هيئه ويندو، عايز تفتح مثلا برنامج للرسم بيظهرها لك على هيئه ويندو. فهو بيعرض لك كل حاجه على هيئه ويندو او على هيئه نافذه. فبما ان هو بيعرض كل حاجه على هيئه نافذه، فهيجي اسمه هنضطر ان احنا نسمي اسمه الى ويندوز. فالاوبريتنج سيستم الاوبريتنج سيستم معناه نظام تشغيل، والاوبريتنج سيستم اللي احنا الموست كومن يوزد او الناس كلها بتستخدمه او هو الاكثر انتشارا هو اسمه ويندوز، وسمي ذلك لان ويندوز يعني نوافذ، ونوافذ يعني ان انا بعرض كل حاجه على هيئه نافذه او شباك يعني. طيب لو حابين ان احنا نتطرق لمعلومه ازاي بقدر اوصل الجهاز او الكمبيوتر او البي سي او الحاسب الشخصي بوصله ازاي، هلاقي طبعا انا عندي الكيسه وعندي الشاشه. طبعا لازم يكون عندي مصدر للكهرباء. تمام؟ ده مصدر الكهرباء عندي هنا فيشه، يعني مثلا
مشترك مثلا، تمام، ده مصدر مشترك، تمام، وهنا عندي الكيبورد وعندي الماوس، تمام. الماوس طالع منها سلك والكيبورد طالع منها سلك. مبدئيا انا لازم اوصل الشاشه بالايه؟ بالمشترك. الشاشه تعتبر كده ايه؟ تشتغل بالكهرباء. طيب، والمفروض اوصل الكيسه بالكهرباء. فطبعا بقى في كابل باور، في اتنين دلوقتي، محتاج اتنين كابل باور، اتنين كابل باور، واحد بيوصل الشاشه بالمشترك، وواحد بيوصل الكيسه بالمشترك، تمام. محتاجه حاجه تانية اللي هو وصله الشاشه دي، عشان اوصل الشاشه انا اقول للشاشه انت هتعرضي ايه؟ هتعرضي من التلفزيون ولا هتعرضي من الكمبيوتر؟ محتاجه وصله شاشه اللي هي دي، بحيث ان انا اوصلها من الشاشه للكيسه، دي الكيسه ودي الشاشه. بنوصل الكابل الباور ازاي؟ هتلاقي ان كابل الباور مثلا ده الجزء ده متوصل في الكيسه من ورا. شوف انت، هو هتلاقي ثلاث فتحات هنا وهنا، ثلاث فتحات هنا، فتح هنا، فتح هنا، وفتح هنا. وصل الثلاث فتحات دول بالايه؟ بالكيسه من ورا، هتلاقي في مكان، ووصل الجزء ده بالمشترك. هتيجي برضو في الشاشه، هتلاقي الشاشه فيها ثلاث فتحات من ورا برضو. وصل الثلاث فتحات دول بالثلاث فتحات اللي هنا، ووصل وصل الجزء الخاص بالفيشه في المشترك، تمام. فده بالنسبه لكابل الباور. بالنسبه لكابل الشاشه هتلاقيه هو المنظر ده، توصل الجزء ده، يعني هما الجزئين شبه بعض شويه، هتوصل الجزء ده بال هو الهدف من وصلة الشاشه ان انا اوصل الشاشه بالكيسه، صح. فهيبقى في طرف منه موجود في الشاشه، ولنفرض الطرف ده، والطرف الثاني هيبقى موجود فين؟ يبقى موجود في الكيسه. فشوف انت الطرف ده او الشكل ده، دور على المكان المخصص ليه في الشاشه وحطه فيه، وده برضو دور على المكان المخصص فيه في الكيسه وحطه فيه، خلاص. فاحنا عشان دي طبعا بالنسبه للشاشه والكيسه. لسه الكيبورد، هتلاقي ان الكيبورد طالع منها، الكيبورد لازم تتوصل بالكيسه، والماوس لازم توصل بالكيسه، تمام. طيب، بحط المكان الماوس فين والكيسه فين، هتلاقي ان السلك بتاع الماوس بالمنظر ده، هتحطه في المكان اللي شبه المكان ده، شبه ده، اي مكان شبه ده تحط فيه ايه؟ فيشه الماوس. واي مكان شبه المكان ده هتلاقي من المكان ده في كتير، واحده من دول برضو حط فيها الايه؟ الفيشه بتاعه الكيبورد. يبقى عشان اوصل محتويات او مكونات الكمبيوتر ببعض، محتاجه اتنين كابل باور، ومحتاجه واحد وصله شاشه، والماوس والكيبورد اصلا بيكونوا متوصلين، لازم يكون فيهم سلك اصلا، هم بيبقوا جايين بسلك، تمام. فبتوصل الماوس بالكيسه في المكان ده، وبتوصل الكيبورد بالكيسه في المكان ده، مكان زي ده، وبتوصل الكيسه بالمشترك، وتوصل الشاشه بالمشترك باستخدام كابل الباور اللي هو ده كده. يبقى عندي اتنين كابل باور، واحد للكيسه والمشترك، واحد للشاشه والمشترك. وبعدين اوصل الشاشه بالكيسه، استخدمها باستخدام وصله الشاشه، وصله الشاشه اللي هي دي، خلاص. ده كده ازاي بوصل مكونات الكمبيوتر مع بعض. طبعا دي الخطوات. الحاجه الثانيه اللي هنتكلم عليها هو ازاي نقدر نفتح ونقفل الجهاز بتاعنا، وطبعا دي حاجه يعتبر اساسيه، بحيث ان انا يعني عايزه اتعامل مع الكمبيوتر يبقى على الاقل اعرف افتحه واقفله. فلو عايزه افتح الجهاز، عايزه اعرف ازاي افتح الجهاز، هبص على الكيسه بتاعتي، والاقي ان الكيسه دايما بيكون فيها زرار، ممكن تلاقيه هنا في النص، ممكن تلاقيه تحت، ممكن تلاقيه فوق كده، يعني على حسب شكل الكيسه. الزرار ده بيبقى اسمه زرار الفتح والقفل، تمام. يبقى كل كيسه معروف فين مكان الزرار الفتح بتاعها، تمام، ده اسمه زر الفتح. فانت بتدور بس على فين زر الفتح بتاع الجهاز بتاعك وبتضغط عليه، اول ما بتضغط عليه بيبدا الجهاز الكمبيوتر في العمل، او انه بيبدا يفتح، خلاص. ده اللي هو زر فتح الكمبيوتر، بتدور بس على فين الزرار ده. لو حد قال لك عليه اول مره، خلاص انت تاني مره بتبقى عارفه، خلاص انت كده بتعرف تفتح الجهاز. محتاج بس تشوف فين زرار الفتح.
طيب في الحاجة التانية اللي هو ازاي بقدر اقفل الجهاز. عشان تقفل الجهاز ده معنى ان هو مفتوح، فلو هو مفتوح هتبقى الشاشة بتاعتك هيبقى عندي ظهر لي السكرين كده او الشاشة كده في الجزء ده، في الحتة دي كده خالص. فأي جهاز يكون ده اسمه زرار ستارت او زرار ابدأ. تمام. عايز تقفل الجهاز لازم تشوف تروح على الزرار ده، بنروح عليه بنتك عليه اضغط على زر ابدأ او زر ستارت. لما على حسب الويندوز اللي انت شغال فيه ممكن يظهر لك على طول اول ما تتك عليه هو ده زرار ستارت، اول ما تتك عليه يظهر لك الاختيارات دي، وممكن لما تتك عليه يظهر لك مثلا زرار الباور. فعلى حسب الويندوز اللي انت شغال فيه، فلو فرض انت شغال على ويندوز 10 تك على زرار تك على زرار ستارت هيظهر لك زرار باور، هتختار لما تتك على باور هيظهر لك اختيارات، اختار كلمه شوت داون. شوت داون يعني اقفل لي الجهاز. تمام. فبنضغط على زر ستارت بعدين بنختار باور وبعدين بنختار شوت داون. مش دايما بيظهر لي كلمه باور، دي باور دي بتظهر لي في ويندوز 10، فعلى حسب الويندوز اللي انت شغال عليه بتشوف ازاي بنقفل الجهاز. تمام. طيب في بعض طب ايه الاختيارات الثالثه دي؟ السليب مثلا او الريستارت. في بعض الاحيان انت الجهاز بتاعك مثلا بتكون نزلت عليه برنامج جديد او عدلت مثلا في الباسورد او عملت اي اعدادات جديده ومحتاج تشوف تاثير الحاجه دي، فبتضطر انت تقفل الجهاز وتفتحه تاني بحيث ان انت تشوف تاثير الحاجه. فبدل ما اتك على شات داون بتك على ريستارت. يعني انا بتك على شات داون دي او بضغط على شات داون لو عايز اقفل الجهاز، خلاص هقفله واروح انام او اقفله واروح اعمل اي حاجه تانيه. طب لو انا عايزه اقفل الجهاز وانا قاعد برضه عايزاه اقفل وافتحه في نفس يتقفل ويتفتح هو يفتح تاني، فاتك على زرار ريستارت. طبعا الزرار ده انا بحتاجه زي ما قلت في حاله لو انا منزله عندي برنامج جديد او عملت ابديت في الويندوز وعايز اشوف تاثيرها. زي مثلا عملت باسورد، فانا دخلت باسورد دلوقتي وعايز اشوف هل هو فهم ان انا عملته ولا لا، فبضطر اقفله وافتحه تاني. ولو هو اول ما دخلت بيقول لي دخل الباسورد يبقى هو كده فهم ان انا عملت باسورد جديد للويندوز. طيب فده زرار الريستارت. عايز تعمل ريستارت بتك على ستارت باتون بتك على باور بعدين بتختار ريستارت. طيب ايه هو الزرار سليب؟ لو انت عارف كده ان انت هتقوم مثلا من على الجهاز وترجع تاني بعد نص ساعه او ربع ساعه، فبدل ما تقفل الجهاز خلاص وترجع تفتحه تاني لو فرض انه بياخد وقت في الفتح، فبتتك على زرار سليب. سليب دي يعني انا مش عايز الجهاز يفضل مفتوح، هروح واجي بس مش عايزه يفضل مفتوح، عايزه يسليب، يعني عايزه ان هو يبقى مش مفتوح، الشاشه بتاعته مقفوله بس مش شت داون، يعني الشاشه بس بتاعته هي اللي مقفوله. فده الهدف من الخاصيه دي، هو ان الجهاز بتاعي لو انا عايز اوفر الباور بتاعه، لو هو انا سايباه ونزلت تحت اعمل حاجه او نزلت اكل او نزلت اشرب، بدل ما اسيب الجهاز بتاعي مفتوح لا بضغط على سليب، ده معناه ان انا عايز اوفر الباور بتاع الجهاز في الفتره اللي انا بعيد عنه، وبعدين لما ارجع يشتغل تاني عادي. طيب ما انا كان ممكن اعمل شت داون، لا ما لو انت عملت شت داون انت هتوفر الباور وتوفر الطاقه عادي، بس الفكره انت هتضطر تفتحه اول ما تنزل اول ما تيجي، ولما تفتحه هياخد وقت. فاحنا بنعمل سليب علشان انت عارف ومتاكد انت ترجع بسرعه وعشان توفر الباور. تمام. فاذا اردنا ترك الجهاز مفتوح دون غلقه ولكن لا يعمل يفضل الضغط على زر سليب لتوفير الطاقه. خلاص. فعندي ثلاثه زراير. طبعا احنا مش عايزين نتلخبط وعايزين بس نعرف احنا بنفتح الجهاز بنقفله ازاي. علشان تفتح بتتك على زرار التشغيل اللي موجود في الكيسه، علشان تقفل الجهاز بتتك على ستارت بعدين باور بعدين بتختار شت داون. تمام. دي حالات خاصه بس كده لو انت حابب تتعرف عليها. بعد كده لو عايز اتكلم عن الماوس واقول ازاي اقدر اتعامل مع الماوس، مبدئيا الماوس اللي موجوده في الوقت الحالي في منها نوعين، في سلكيه وفي لا سلكيه، يعني وايرد وايرلس. الماوس اللي هي وايرلس بتكون يعني ماوس كده بس ما فيش سلك خارج منها، يعني السلك ده مش موجود، بتكون هي آه
لحظة واحدة. يكون السلك ده بتاعي مش موجود، خلاص؟ لو السلك ده مش موجود ده معناه ان الماوس دي وايرلس. لكن لو السلك ده موجود يبقى انا لازم اوصل نهايه الجزء ده بين فين؟ في الكيس، خلاص لازم اوصلها في الكيسه بتاعتي. طيب ده اولا بالنسبه لانواع الفوره، فانت لازم تعرف الماوس اللي قدامك هي ما وايرد ولا وايرلس، يعني هي سلكيه ولا لا سلكيه. طبعا سلكيه يعني وايرد، لا سلكيه يعني وايرلس. طيب مبدئيا انت اول ما بتوصل الماوس بتاعتك، الماوس بتبقى على هيئه مؤشر، مؤشر موجود على الشاشه، مؤشر يعني حاجه كده بتقول ان الماوس فين دلوقتي او انت بتشاور فين. فلو انا مثلا عندي دي الديسك توب، في عندي هنا ملف وعندي هنا ملف او فولدر او اي حاجه، وانا ماسك الماوس بتاعتي اهي وعايز اشاور على ده، فانا بمشي بايدي. يعني انا لو انتم شايفين مثلا ده هنا، لو انا هنا الماوس اهي، فبضطر بمشي بالماوس بتاعتي كده كده اشوف المؤشر فين، بعدين الاقي المؤشر مثلا موجود هنا، فبعمل ايه؟ بمشي بالماوس كده لقدام بحيث ان المؤشر يجي هنا. فاهمني؟ يعني انا مش لازم امشي بايدي او احط الماوس عند الفولدر، لا انا بمشي بمجرد النظر كده او بمشي بالاحساس الماوس بتاعتي في الاخر المؤشر بتاعها راح فين. خلاص؟ فانا المفروض اخلي في الاخر المؤشر بتاعي يوصل للفولدر اللي انا عايزه. طبعا انا ساعات ببقى عايز افتحه او عايز اشاور عليه او وات ايفر، بس في الاخر اهم حاجه ان انا اخلي المؤشر بتاعي يوصل للفولدر اللي انا عايزه. تمام؟ طيب الماوس اصلا بتتكون من ايه؟ الماوس اساسا بتتكون من ثلاث اجزاء اساسيين، الجانب الايسر والجانب الايمن والدوار. الجانب الايسر اللي هو ده، الايسر اللي هو ده، والجانب الايمن اللي هو ده، والدواره اللي هي دي. طبعا كل واحده كل جزء منهم ليه استخدام. لو مسكنا مثلا الجانب الايمن هلاقي ان الجانب الايمن ده فايدته ان لو انت عايز يعني جرب كده امشي بالماوس، نجرب كده مثلا ناخد الماوس ونروح على الفولدر ده نقف عليه، تمام، ونعمل رايت كليك كده او نضغط باليمين. رايت كليك يعني نضغط بالجانب اليمين بتاع الماوس، نضغط على الجزء اليمين ده هيظهر لي قائمه. يعني اول ما تضغط يمين بيظهر لي قائمه بتقول لي انت هتضغط ليه، يعني عايز ايه بالظبط، عايز تفتح الملف، عايز تقفله، عايز تمسحه، عايز تعمل له رينيم، عايز تعدل فيه، عايز تشوف خصائصه، عايز تشوف هو اسمه، يعني عايز تعمل ايه بالظبط. فلو انا عايزه استخدم الجانب اليمين للفاره بعمل رايت كليك، يعني بتكة بصباعي على الزرار ده، ولما بتكة عليه دايما بيظهر لي قائمه بحاجات انا عايز اختارها، عايز انفذها بالظبط. لو عايزه اختار مثلا اوبن بعمل بتكة على اوبن، تمام، وهكذا. فالجانب اليمين مخصص بس عشان لو عايزه اظهر لسته بحاجات كتيره عايزه اعملها في الملف الحالي. طيب الجانب الايسر اللي هو في الماوس بنسميه ليفت كليك، او انا بضغط ضغطه شمال، تمام. بيستخدم الضغطه الشمال دي ليه؟ لتحديد العنصر. يعني لو انا عايزه اقف عند الملف ده بس انا عايزه اقف عليه، فبروح بالشمال، بروح بالماوس بتاعتي واقف على الجزء ده، واقف على الملف ده واضغط بالشمال بتاع الماوس، بضغط بالشمال، تمام. تضغط باي صباع بقى، انت ماسك يعني اصابعك، اي ايد، اي صباع زي ما انت اللي انت شايفه، تمام. الصباع اللي انت يعني مثلا انا بقول لك بالسبابه، انت براحتك، يعني ممكن تضغط باي اي زرار، هو مش بيميز اي صباع، بس هو عاده ما بيكون الجانب الايسر للفاره قريب من السبابه بتاعته. طيب فلو انت عايز تستخدم الجانب الايسر عشان تحدد عنصر بتعمل ليفت كليك، بتضغط عليه ضغطه شمال، بتك تك كده باصبعك، تمام. طيب الدواره طبعا الهدف منها لو انا عندي صفحه، لو انا عندي صفحه صفحه وورد وتحتيها صفحه ثانيه، وانا عندي صفحه وورد وفي تحتها صفحه ثانيه، وانا الماوس بتاعتي دلوقتي موجوده في الحته دي، خلاص. عايزه ممكن استخدم الدواره بحيث ان انا يعني اعمل عليها بصباعي كده ان انا الفها، تبص تلاقي ان هي ايه، ان الماوس ده عماله تنزل كده، ان انا عايزه امشي على كل المحتوى بتاع الملف الحالي، وطول ما انا بعمل بدوس بالدواره بنفس الاتجاه بيفضل ينزل لي على
الصفحات التانية. لو عكست اتجاهي يعني لو لفيت الدوره في الاتجاه التاني تلاقي ان الماوس طلعت فوق، يعني انا بعمل سكرول او بعدي على كل المحتوى بتاع الملفات بس بطلع لفوق خلاص. فده هدف الدوار، سواء من تحريك الصفحه لاعلى او لاسفل. تحريك يعني انا ببقى عايزه اشوف مكونات الصفحه لتحت او ايه وهو صح من فوق. طيب بالنسبه للجانب الايسر انا ممكن اضغط عليه مره واحده، ممكن اضغط عليه مرتين دبل كليك. الجانب الشمال ممكن اضغط عليه مره واحده، ممكن اضغط عليه مرتين. امتى بحتاج اضغط مره واحده وامتى بحتاج اضغط مرتين؟ بضغط مره واحده لو عايزه بس احد ملف، يعني عايزه اقف عليه بس، يعني اقف عنده كده واقول ده يا جماعه بنتكلم عن موضوع كذا وهو ده الملف الخاص بكذا، بقف عليه بس يعني عايزه اشاور عليه. لكن لو انا عايزه افتح الملف ده بعمل عليه دبل كليك، يعني بتك بصباعي مرتين على الشمال تك تك ورا بعض، بس طبعا لازم يكونوا الضغطتين ورا بعض على طول، ما ينفعش التكه وبعد ثانيتين تتك، لازم يكون الضغطتين ورا بعض في نفس الايه اللحظه. فالاسطوانه الملفات الفاره ممكن فيها سلكيه ولا سلكيه، وايرد ووايرلس، وممكن والفاره بتظهر على هيئه مؤشر على الشاشه، والفاره بتتكون من ثلاث اجزاء، الجانب الايسر والجانب الايمن والدوار. الجانب الايسر الجانب الايسر ممكن يستخدم في تحديد الاشياء، لو ضغطت ضغط مره واحده، لو ضغطت مرتين يبقى انت عشان تفتح الملف، عشان توبن عشان تفتح، وهنا عشان تحدد خلاص. طيب الجانب الايمن ما فيش ملوش حاجه غير انك تتك بس جانب، يعني كليك تضغط مره واحده على الجانب الايمن. اول ما بتضغط على الجانب الايمن دايما بيظهر لك قايمه بحاجات ممكن تختارها، مثلا عايز تعمل اوبن، ممكن عايز تعمل ديليت، عايز تمسح الملف، يعني انت بتعمل كليك شمال يمين لو عايز تعمل حاجات كتيره عايز تختار من منها، او ممكن مثلا عايز تعمل رينيم، عايز تغير اسمها. تمام، طبعا الحاجات دي ايه تظهر مع الوقت خلاص. طبعا دي الدوار الهدف منها ان انا بسكرول او بعدي على محتوى الصفحه اللي قدام. بالنسبه للوحه المفاتيح، لوحه المفاتيح دي يعني يعتبر اهم حاجه انت ممكن تتعامل معاها، لان هي دي اللي هتتعامل معاها اصلا، هي دي اللي انت يعني مش هتقدر تتعامل مع الكيسه مالكش ان انت تخش جواها وتحرك مكون من مكونات، وهي الكيبورد او لوحه المفاتيح هي اكتر حاجه انت بتستعملها استخدمها عشان تعمل اي حاجه خاصه بالجهاز. فمحتاج تعرف شكلها ومحتاج تعرف الزراير. فلو مثلا عندي لوحه المفاتيح بالمنظر ده، واحنا عرفنا ايه هي لوحه المفاتيح شاورنا عليها في الهاتف الشخصي، هتلاقي ان لوحه المفاتيح بتاعتك متقسمه لكذا جزء. هنا مثلا جزء الارقام، الجزء ده خاص بالارقام مره ثانيه، والجزء ده خاص بالحروف، وهتلاقي هنا مثلا زرار خاص بانك لو عايز تعمل مسافه بين الحروف، عايز تنزل من سطر لسطر، عايز تمسح حاجه. فالكيبورد فيه حاجات كتيره بس اهم حاجه الارقام، يعني مثلا الارقام دي رقم واحد اهي موجوده كده مرتين، الحروف تمام. بعد كده في زراير ثانيه خاصه بالاختصارات، يعني في زراير ثانيه بقى، الزراير الثانيه دي بتتك عليها حسب انت عايز ايه. فمثلا الزرار اللي تحت لوحه المفاتيح دي هنا ده اسمه يعني زرار المسافه، يعني لو اتكيت عليه بتعمل مسافه بين الايه بين الحروف. الزرار ده لو اتكيت عليه يبقى انت بتمسح الحروف، ده لو اتكيت عليه اسمه انتر، الزرار ده اسمه باك سبيس. الزرار ده لو اتكيت عليه ده معناه انت بتنزل من سطر لسطر، انتر يعني انا عايزه انزل السطر اللي بعده. طبعا انتر بيستخدم في حاجات كتيره بس ده اكتر استخدام ليه. هنلاقي هنا مثلا في الاقصى يسار الصفحه، اقصى يسار الكيبورد، في زرار اسمه سكيب. سكيب ده معناه ان انا عايز اخرج من الحاجه اللي موجوده دلوقتي. تمام، لو في حاجه مفتوحه باوربوينت مثلا عايزه عايزه اقفلها فبعمل اسكيب. هنا هتلاقي في زراير كتيره مكتوب عليها اف 1 واف 2 واف 3، دي الحاجات دي خاصه بالتعامل مع الويندوز، مثلا ازاي مثلا عايزه اعلي الصوت بتاع الموسيقى اللي شغاله، عايزه اوطي الصوت، عايزه اعمل برنت سكرين، يعني عايزه اخد نسخه من الشاشه اللي موجوده الحاليه وهكذا. في طبعا زي ما في باك سبيس في بطن تاني اسمه ديليت، هتلاقي هنا ديليت ممكن تلاقيها على حسب الكيبورد بتاعك، تلاقي ديليت هنا او ديليت هنا. طبعا في فرق بين باك سبيس وديليت، ان باك سبيس لو انا عندي مثلا عندي مثلا هنا الهام،
ومثلا مؤشر الماوس موجود هنا عند الحرف ده كده. خلاص لو انا اتكيت باك سبيس هيمسح لي ال وبعدين الاي. تمام. طب لو انا برضو لسه مؤشر الماوس موجود هنا واتكيت ديليت هيمسح، بس هيمسح الاتش وبعدين الاي وبعدين الام. فالديليت بيمسح اليمادي، الباك سبيس بيمسح اليمادي، الاثنين بيمسحوا، بس على حسب انت عايز تمسح ايه. لو عايز تمسح اللي على ايدك اليمين يبقى هتك باك سبيس، لو عايز تمسح اللي على ايدك الشمال، انا طبعا في يمين وفي شمال على حسب انت شايف ايه، بس انا قصدي لو انت عايز تمسح دي بتتك على زرار الديليت، لو عايز تمسح الحروف اللي موجوده هنا بتتك على زرار الباك سبيس. انت بتدور عليه ومكتوب كل زرار مكتوب عليه اسم باك سبيس وديليت وفي برنت سكرين والاسكيب مكتوب عليه اسكيب. تمام. دي بالنسبه لشكل الكيبورد او شكل اي كيبورد موجود عندي. فمحتاج تعرف بس فين اماكن الحروف واماكن الارقام. وطبعا بالنسبه للحروف هتلاقي هنا زراير كتيره، كل زرار مكتوب عليه حرفين، حرف عربي مثلا ولنفرض حرف الكي، مثلا حرف الكي ومكتوب تحته حرف مثلا النون. فالكيبورد عليها حروف عربي وانجليزي، طبعا على حسب انت انهي لغه، ممكن تلاقيها انجليزي وفرنساوي، انجليزي وياباني، يعني على حسب لوحه المفاتيح اللي انت شاريها او نوع الجهاز اللي انت شاريه. ففي العادي يعني هتلاقي ان الزرار واحد عليه حرفين. بتنقل ما بين الحروف، عايز اكتب حرف الكي او عايز اكتب دايما انجليزي، بعمل الت شيفت، بتك على زرار على الكيبورد اسمه الت زائد شيفت، هتلاقي برضو زرار على لوحه المفاتيح اسمه شيفت وزرار اسمه الت. يعني ايه الت زائد شيفت؟ يعني انا بضغط على زرار اللي اسمه الت ومعاه بضغط على زرار الشيفت، يعني ما بشيلش ايدي بس ما بقول الت شيفت، يعني بضغط على الت الاول. مش معنى ان هم الت مع شيفت يعني اتك شيفت والت في نفس الوقت، لا بتك على الت الاول وبعدين اتك على شيفت. وكلمه بعدين دي يعني برضو ما بشيلش ايدي مع الالت، يعني ببدا بالالت وما اشيلش ايدي عليها واروح متكيه على شيفت، يبقى انا كده متكيه على زرارين بس بدات بين بالالت. البتاع ده لما الزرارين دول لما بتك عليهم اول مره بيحصل لي ايه؟ بيحول لي عربي، لو اتكيت عليهم تاني بيحول لي انجليزي. دي اسمها الاختصارات، يعني حروف بتتحط مع بعض بتديني حاجه. طبعا في مثلا في حاجات كتيرة مهمة زي مثلا كنترول زد، يعني هي ممكن تبقى موجودة هنا. كنترول زد دي خاصة بالتراوع، يعني لو أنت لسه كاتب إلهام فعايز مثلا إلهام شو مش عارف، أنت عايز تمسح آخر حاجة أنت عملتها ممكن يمسح لك آخر حرف أنت لسه كاتبه، ممكن يمسح لك آخر كلمة أنت لسه كاتبها على حسب سرعتك في الكتابة. طبعا في الت تاب، الت تاب ده ممكن برضه يجي وقتها، بس هو الهدف إن هو لو عايز ابدل بين الصفحات، انا لو عندي فاتح ملف وورد، فاتح ملف اكسل، فاتح ملف باوربوينت، يعني فاتح كتير، واللي موجود دلوقتي مثلا هو المجلد اللي فيه الملفات دي، ملف وورد ملف اكسل. لو انا عايزه افتح ملف، هو اصلا الملفات دي مفتوح، ملف الوورد والاكسل مفتوحين، بس اللي قدامي دلوقتي في الشاشه هو المجلد، عايزه الملف وورد يتفتح، فبعمل الت تاب. لو اتكيت برضو الت تاب بنفس الطريقه بتاع الت شيفت، هتلاقي ان هو بيظهر لك الملفات المفتوحه او التطبيقات المفتوحه، فبيعمل تبديل او بيتنقل بين التطبيقات، بحيث ان انت لما تيجي عند مثلا عايز ملف وورد ولا يتفتح تعمل الت تاب تاب، تبدا تتك على تاب يعني، بس مش بسرعه، بالراحه لغايه لما يجي ملف الوورد، يعني توقف انت على ملف الوورد من الت تاب، يعني بيمشي على الملفات كلها. لما تكون دلوقتي واقف على ملف الوورد عمال تعدي عليهم، وجيت في مره وقفت على ملف الوورد، شيل ايدك، لما تشيل ايدك هتلاقي ملف الوورد هو اللي بقى ظاهر قدامك. تمام. طبعا دي حاجات كتيره، وفي مثلا ويندوز زائد دي، ويندوز زائد دي دي طبعا هنيجي في المحاضره الجايه ان شاء الله، لما نيجي نقول ان انا عايزه اخفي كل النوافذ اللي موجوده، انا عندي كذا نافذه فاتحاها عايزاهم كلهم ينزلوا تحت في التاسك بار او في شريط المهام، بعمل ويندوز زائد دي. عامه كل الاختصارات دي بيبان استخدامها مع الوقت، بس الفكره انك تعرف ان الكيبورد عليها اختصارات كتير، كنترول سي، كنترول في، كنترول اكس، كنترول واي، كنترول زد، كنترول اي، الت شيفت، الت تاب، ويندو دي،
والاسكيب. تمام. طيب طبعا في اسهم برضو مهمه، وهي اسهم ايه آه سوري آه زراير تانية مهمه، وهي زراير الاسهم. هتلاقي ان الكيبورد فيها زراير كده خاصه بانك تمشي يمين او تمشي شمال، او تمشي شمال او تمشي لفوق او تمشي لتحت. تمام. فايدتها ايه؟ ان انا لو عندي مثلا الهام والمؤشر بتاعي واقف هنا، فانا عايز امشي عند حرف ال، هروح امشي بالماوس واجي عند حرف ال واضغط؟ لا، ممكن امشي بالسهم، بالسهم اللي هو ده يمشيني يمين عشان انا عايز اوصل للاتش، واتكه تاني وصلني لغايه ال. تمام. لو عايز اعكس، لو عايز اوصل لحرف الاي الام، ممكن اتك بالسهم بتاع الكيبورد اللي هو الشمال فيبقى ايه وام مرتين يعني لغايه لما اوصل للام، وهكذا. طبعا السهم اللي فوق والسهم اللي تحت ده، لو انا عندي مثلا السطر ده السطر ده وفي كلام في السطر ده وفي كلام في السطر ده، عايزه اروح من سطر لسطر بمشي بالاسهم اللي فوق والسهم ده. لو عايزه اطلع على السطر اللي فوق اتك بالسهم اللي فوق، لو عايزه انزل السطر اللي تحت بمشي السهم اللي تحت. دي هي الاسهم. بعد كده في زراير تانية اسمها هوم واند. هوم واند دي ان انا لو عندي سطر كامل، سطر فيه كلام وفي كلام في حروف كتيره، يعني عايزه اقول ان انا كاتبه كلام كتير وفي حروف كتير، بدل ما امشي بالسهم بحيث ان انا امشي حرف حرف، انا دلوقتي بمشي يعني انا كنت قلت مثلا عند الاتش بمشي حرف بيجي عند الاتش بمشي حرف بيجي عند ال. طب لو انا عايزه امشي كلمه كامله، او عايزه امشي لاول السطر او اخر السطر، يعني لو انا مثلا عايزه اكون اسرع من كده، ففي هوم واند. هوم بتستخدم في ان انت توصل لاول الكتابه. تمام. اند ان انت بتعدي كل الحروف دي كلها بتوصل لنهايه الكتابه. تمام. دي هدف بتاع الزراير اللي هي هوم واند. في تاني طبعا زراير تانية اللي هي الباك، البيج داون والبيج اب. البيج داون والبيج اب، لو انا بدل ما انزل بالسهم اللي فوق والسهم اللي تحت، بنزل بدل ما انزل سطر سطر عايز انزل صفحه كامله، يبقى بعمل بيج داون. عايزه اطلع صفحه كامله بعمل بيج اب. تمام. فهي في زراير كتيره طبعا، البيج اب والبيج داون على حسب نوع الويندوز اللي قدامك، او سوري على حسب الكيبورد اللي قدامك، ممكن تلاقي البيج اب الهوم والاند والبيج اب والبيج داون جنب بعض. هوم اند بيج اب بيج داون. ممكن تلاقيهم يعني ممكن تلاقيهم كده، ممكن تلاقيهم محسوسين كده على حسب انت الكيبورد بتاعتك عامله ازاي. هتلاقي هنا هوم، تلاقي هنا اند، وتلاقي هنا بيج داون، وتلاقي هنا بيج اب. تمام. فعلى حسب انت دور بس في كل زرار مكتوب عليه، يعني بيدج اب ده زرار مكتوب عليه بيدج اب، دور عليه على الكيبورد بتاعتك هتلاقيه. طبعا ممكن تلاقيه مش مكتوب عليه كلمه بيدج داون، ممكن تلاقيه بيدج دي ان. تمام. وبيدج اب ممكن تسميها بيدج اب، يعني في اختصارات. فدي الفكره من لوحه المفاتيح، في اختصارات كتيره جدا، والهدف من الاختصارات ان انا يعني بدل ما اعمل الحاجه ببطء اعملها بشكل اسرع. تمام. دي كانت المحاضرة الأولانية في أساسيات الويندوز أو الويندوز بيزك. نتقابل إن شاء الله في الفيديو اللي جاي.